يا عل تسقي دار الشيخ نجودي نادر مثالي. إذا مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام، هكذا تستمر الانطلاقات والتحية مجددا مع انطلاقة الشوط 19، هو يحمل تنافس الإبكار في هذه الانطلاقة. نبدأ مع المركز الأول ونتابع وإياكم مقدمة هذا الشوط. هناك الصدارة والبداية مشاهدين الأعزاء، من تنطلق على المركز الأول وبداية التحدي في هذه اللحظات. هذه خيرة على المركز الأول، محمد بن سعيد برويس الاكتبي من يقدم خيرة على بداية هذا الشوط. المركز الثاني سرابة لسعيد بن سالم بن علي القايدي القادم على المركز الثاني. وفي ثالث المراكز الوصول على المركز الثالث من الشاهنية لعبد الله بن علي بن سيف الزحمي هناك على المركز الثالث. وفي رابع المراكز القدوم هنا من هملولة لسلي بن سعيد بن محمد الاكتبي على المركز الرابع. وفي خامس المراكز القدوم من مشكورة لخليفة بن مصبح بن عبود الاغفلي على المركز الخامس في هذه اللحظات. وفي سادس المراكز هناك القدوم على المركز السادس من اللي هي منوى بشعار سهيل بن عبيد بن عبد الله بن يميع السبوسي هنا القادم على المركز السادس في هذه اللحظات. وفي سابع المراكز التقدم والحضور في هذه اللحظات من مراسيل مهير بن عتيق بن مهير بن رشيد الاكتبي على المركز السابع. وفي ثامن المراكز وصلت اللي هي جمايل لفلاح بن ابراهيم بن محمد الهاجري هناك على المركز الثامن في هذه اللحظات. وفي تاسع المراكز القدوم في هذا الشوط من قبل الرسمية لسالم بن عبيد الدرعي على المركز التاسع. وفي عاشر المراكز القدوم في هذه اللحظات مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، مع تدخل هذه الأسماء المشاركة على أرضية هذا الميدان، وصول مراسيل لمهير بن عتيق بن مهير بن رشيد الاكتبي. هكذا هي النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام للأسماء المقررة والحاضرة أمام الجميع مع انطلاقة هذا الشوط. نعود إلى المركز الأول، نعود إلى الصدارة وإلى البداية. هنا مع شعار بن سليم، انطلق شعار بن سليم أهالي المدام يقدم لنا هناك هملولة سليم بن سعيد بن محمد الاكتبي على المركز الأول. وبداية هذا الانطلاق زيارة قادمة لمحمد بن هاشم بن راشد الخاطري يتدخل مع زيارة على المركز الثاني. وفي ثالث المراكز هذه الآن جمايل لفلاح بن إبراهيم الهاجري هنا في هذه اللحظات. المركز الرابع وصلت الرسمية لسالم بن عبيد الدرعية هنا في هذه اللحظات، يقدم لنا الرسمية في هذا التحدي أبناء ميدان رقيعات. المركز الخامس هذه مشاهدين الأعزاء على خامس المراكز الواصلة بهذه الانطلاقة وبهذا التحدي، صدمة لعلي بن عبد الله آل فهيدة المري في هذا الشوط. وبدت الحركة، بدت الحركة مع هذا الانطلاق. نعود إلى المركز الأول، نعود إلى بداية هذا الشوط. إذا مشاهدين الأعزاء هذه زيارة، زارتنا زيارة مع المركز الأول على بداية الانطلاق لمحمد بن هاشم بن راشد الخاطري على المركز الأول. هناك من ينطلق على بداية هذا الشوط. المركز الثاني الواصلة جمايل لفلاح بن إبراهيم بن محمد الهاجري يأتي مع وجود جمايل على المركز الثاني. الصراع الأخير مع الرمق الأخير في هذا الشوط. إذن البداية مشاهدينا الكرام متابعينا في هذا الانطلاق
وبهذا التحدي إلى مالكية زيارة من حققت المركز الأول لمحمد بن هاشم بن راشد الخاطري على فوز زيارة بالمركز الأول واكتسابها بناموسي هذا الشوط. المركز الثاني كان الوصول في ثانية المراكز من اللي جمايل فلاح بن إبراهيم بن محمد الهاجر، والمركز الثالث كان الوصول في المركز الثالث متابعين الكرام اللي هي صدمة علي بن عبد الله الفيد المري. المركز الرابع في المركز الرابع علت هناك نوايا لعلي بن حارب بن ضحية المنصوري، وخامس المراكز كان الوصول من اللي هي أملولة لسليب سعيد بن محمد الكتبي. إذا هكذا هي الأسماء مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام في هذه اللحظات. إذا تهانينا والناموس لمالك الزيارة لمحمد بن هاشل الخاطري على فوز زيارة بالمركز الأول. التوقيت الزمني هو 4 دقائق. يا عل تسقيك الوسطى مخايل دار الشيخ نجودي نادر مثالي. ابشر ويا هر الهينا نصايل عسم الايات سمحات القبالي عيد هيات نتراد الذنايل طفر يشبه ولد الغزالي ليلهن عايس بقراس مدلايل من قبل عصر ابو زيد الهلالي لحظه رمبي مجموع القبايل ياخذن حقهن اول وتالي جهزوهن لا شوط لا وايل وادفعوهن مدام الشوط غالي ما يهم المدال لو كان طايل يكسر انتم لولا الدرب طالي ميلوا عقلكم يا اهل اليمايل ويولوا بكاسكم في الاحتفالي يا عل تسقيك الوسطى مخايل دار الشيخ نجودي نادر مثالي عادل الكف يوم الوزن مايل شيخنا القاسمي ذرب الخصالي يا عل تسقيك الوسطى مخايل.